مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم صارت أجواء ربيعية معتدلة خلال ساعات النهار، لكن يتوقع أن تصبح الأجواء باردة نسبيا في عموم المناطق خلال ساعات الليل بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء باردة نسبيا مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة، 14 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة أيضا 14، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تتأثر أقصى شمال المملكة بحالة ضعيفة أو حالة محدودة من عدم استقرار الجوي، وتهطل زخات عديدة من الأمطار. إربد 25-16، عجلون 24-15، جرش 26-17، والمفرق 26-16 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأها بالبحر الميت 32-25 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، مأدبة 25-17، البلقاء 25-16، عمان 24-16، والزرقاء 27-18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 24-15، الطفيلة 24-15 أيضا مع تفرق لبعض الغيوم، الشوبك 22-13، معان 27-16، والعقبة طقس صافي 33-24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق 30-19، نفس الحرارة في الصفاوي، أما رويشت 29-19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.